لما كان نزول لمس الخير مرات لو أنه يسون غار وكزون لأن يسلم السير دوكاس ويس ربعة نتير زينة صغار ثما فاسكري ثلاثي سنة في ذي وهران ومن بعد ميديلا ذي المنداب عفا تمرين سلسلاح ذي الفر لاكو ذي البحار ومن بعد ذا غنيا يمي قملا ذي مضبرن انتما يجي فاسكري الفريق احمد قايد صلاح يلاد ذي المنداب غا في ونون جماع ذي المقارن تما فاسكري ثلاثي ذي ثازوارا ومن بعد ميا في دموكرن القايد صلاح يسترحم غا روح نوم بوجنان أحمد ومقارن ساعة بس ويصير سموقينت نيج جيهن ويسترحم أفل رواح شو هذا سيناكين كان فريق احمد قايد صلاح ينجمع على كوذي مضبرا عسكريا انت ما وذينا جنرال مفتاح صواب مضبرا انت عسكري في استثناء في قدم سيد رافولاث تفاصيل غفوا ما كيتلحوا انت ما سيناكين عسكري ويسحرس كان يمس لا كون العسكر افرار اري يستخدم التكنولوجيا التكنولوجيات ايدي تنولفون لكوذي في الدين ذات ومقرن ذو سحفيفر غفوا الاستقلال نتمور ست ذوك لان وخال احمد قايد صلاح يمس يظل ويناد أساقيان فاند ويذاك اكفغان شوال اثمورث لقد اصبح اليوم واضحا للعيان اشد وضوح بان هذه العصابه ومن يدور في فلكها هم دخلاء وغرباء عن الشعب الجزائري فمن لا يخدم مصلحة الوطن بمفهومها الحقيقي هو دخيل وغريب عن الوطن بل ومعادي له لان هذه الشرذمه لا تملك حق التفكير فالاطراف الخفيه التي تقف وراها هي التي تفكر لها وتامرها بالتنفيذ اننا لا نقول هذا الكلام من فراغ بل لدينا معطيات تؤكد تورط هؤلاء العملاء وسنتاخذ دون شك الاجراءات اللازمه في الوقت المناسب باسم القانون ضد هذه الشرذمه فلا تسامح اقول لا تسامح مع هذه البيئة القليلة التي تعودت على فرض إرادتها الظالمة على الأغلبية لقد انتهى وإلى الأبد هذا العهد غير سوي فالكلمة الآن أصبحت للشعب الجزائري الذي سيعرف كيف يبني دولة القانون التي لا سيد فيها سوى القانون ومن يحاول عرقت هذا المسار فقد ظلم نفسه ولن يسمح أحرار الجزائر ابتداء من اليوم بأن يعبث أداء الوطن بمصير الأمة لقد آن الشعب الجزائري كثير أثناء العهد الاستعماري البغيض ولن يعود مهما كانت الظروف والأحوال إلى العيش مراحل اخرى من معاناه، تلكم هي تطلعات المشروع التي سيسهر على تشييدها ميدان رجال اوفياء وشرفاء ومخلصون لله والوطن يقولون ويفعلون، يقولون ويفعلون ولا يراوغون مثل بعض الذين يدعون المعرفه بقانون، لكنهم يتصرفون تصرفات منافية تمام للقانون من خلال تصريحات مغرضة لقد تناسب بأن المعيار الوحيد للحكم على الأفعال والأقوال هو الشعب الجزائري فمن أراد أن يقيس قيمته الحقيقية فلا إلى الشعب ويترشح أما غير ذلك فسيبقى كلاماً هراء وليس له قيمة أبدا هنعرف أمزور نور الدين بدوي أي الصنداه إعجالا الحكومة على ترميسين الدولة أكن أثر سنت مرة تويلة الحرج إي ثلاثة حويجة سقموت ثغنوث تفرانين أكن نقسم محفلاس القانون المن دنهجي تفرانين 12 ديسمبر إي دي ذي ثغناثين إي سي ثمان سنوذين وانا كانت فدان غار سفراني ناقيا النتس الويث مازال لدى تاوين الكواع غاضي سارد سفدان ايمان نسن غار سفراني ناقيا صغور تسقى موت ثغناوث ان تفرانين والحساب نسن يبوض اه ريض ليا ثمديث غار ميا بوذاكي جنوانا كانت فدان غار سفراني ناقيا سول لهن غلاف فم زورو نوردين بدوي عن نتف تشريف عمري الى دذل من داد غفل شغال نواس نونذي غفل سد ازيزا ولك ولا دلن لحالا انتي لاوف تمليلي لي ثاقي إفدون يبدون وهي لغنا ونوزو نتجور على ديلين ذي مرا ثامي وين نتمورث استراتيجية استراتيجي في دير على ماذا سكوس نجوج الاف وثلاثين عن غلاف نتف اللاح ثذي تم لي هي الصحرس غفل زاليسع السداقي ازيزا سي ثمانينس غلاف ورن دخل لك تجمعيا العامة يسول الامارة واذا كيت عنا ثم سالت ذيت خبانيين كانت سلوك لاني اغالي ننسن وازدرنا ازاليس السدك ودوس نلمع ونالي لمن إفريقيين افريقي نتي دوك نتفريق سوتي كي نتمهلا ثغنا وثني غال لمان دي جياسان هاكا ندث ذويل تاثيس ثلاثه نتجمع في ثماثوت ارديلين ذاكيا ذيل زاير في ذويل تاكيا اديلي اوسقر ذوش نتي كليا نودو ساكيا ذي وكثامي وين نتمورث اكن ارديلي ضغني اون فيدل دال نتموسني وين لاكوت مغلي وين عفايني يرزان يفدي ذكوذ من الرفراف لاكو ذل الجريمه وا غو ري دنيف دغو ذم نرفراف في <applause> العسكر نو تمور ثنا صح حسن ديغليا لي ونو مداني تعاونا في ربع نرفراف دي فما نخنشله سي ذي ثما عسكري خمسة سي ثما النظام أساسا نس ذي وهران لكو ذبني صاف وفند ثلاثة إقنطار لكو ستة وعشرين كيلوغرام من نل كيف العسكر سلمعونا لكو سيرفيس نيجا دارميا تفند ذي باتنا ثلاثة نمتجار لهيوف وفان غرغرسن واحد وعشرين كيلوغرام من نل كيف لكو ذو وزن وخمسة وثلاثين متقرعثين انتي ذا ربعمية وتسعة وتسعين نباكيين ندخ دخان ذي غردايا لك ذي الود سي ثما ذي ثما في عسكريث في صرفا سي ثما سن اعساسا نت ليسا حفصن د 24 جمذان نكتدون اذر ولن استفلوهين ذي ثمان شلف لك ظهرا ذاني ذي ثما نلقالا اما كن ذاني اذ حفصن سبع نيفرانيين مبلا لك واغض ذي عين من الناس ذي ثما في عسكريث في صرفا و ذي ثقرة أن نيسا لن كتاب لي أدم لم نأكذو من عبد الرحمن الشباح في قواميس سيث شاويث و أدي لي تعاذ نظن تحوش ثقية نيسا لن أرض غفل 11 ونص جاكون دي لهنا الخير